لا شك أننا أنكرنا مشاركة إخواننا في حزب الله الحرب في سوريا إلى جانب النظام، أنكرناه من اليوم الأول لتدخلهم في سوريا، واعتبرنا أنه خروج عن السياق الطبيعي للمذهب الشيعي الاثني عشري الذي كان مبرر وجوده هو أنه يخرج على الظلم. الظلم إذا كان صادرا من إمام جائر، فكيف بهذا المذهب يتحول لنصرة الحاكم المستبد؟ فهذا خروج على تاريخنا وعلى فهمنا للتشيع لأهل البيت للإمام الحسين عليه السلام الذي خرج في وجه الطاغية. ولذلك كان خلافنا مع إخواننا في تقديرهم للذهاب إلى سوريا، وهم قدموا رؤية أنهم يريدون أن يشاركون في ضرب الإرهاب الذي يعني تبتلي به كل الدول المحيطة. يمكن أن يكون لديهم مبررات، لكن وقوفهم إلى جانب نظام ديكتاتوري غير شرعي وظالم ولا يستوفي أي شرعية للحكم، وخرج عليه شعبه، لا يمكن لي أن أقف إليه، وهذه عبرنا عنها بأنه خطأ استراتيجي، بل هي خطيئة تاريخية ارتكبها إخواننا في ذهابهم إلى نفس الخندق الذي يقاتل فيه الدكتاتور النظام السوري في عصرنا الحاضر. أنا أعتقد أننا استطعنا أن نبدأ بطرح الأسئلة، وكان لدينا استجابة على مستوى يعني الانتباه للسؤال في لحظة المعركة، حتى السؤال يكون ممنوعا، لكننا استطعنا ومن خلال مواقف متعددة لرجال دين كبار في الطائفة الشيعية، ليس أولهم المرحوم السيد هاني فحص والسيد محمد حسن الأمين اللذان أصدرا بيانا في بدء الأزمة السورية، وأنا أعتقد أنه بمثابة وثيقة تاريخية يوضح أن ثمة معارضة شيعية كبيرة للدخول فريق من الشيعة في الحرب السورية إلى جانب النظام السوري. مواقف الأخ الشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام السابق لحزب الله، مواقفنا نحن الجيل التالي، لدينا يعني نخب كثيرة في لبنان مرتفع صوتها، لكن أمام حجم الدعم الكبير الإيراني للفريق الذي يذهب إلى سوريا، يمكن أن تقول بأن هناك أصوات منخفضة، لكن أصواتنا عالية، وأصبحنا نؤثر على البيئة التي يأخذ حزب الله منها ما يريد في سبيل البقاء في معركته في سوريا. أصبح لدينا سؤال مشروع، أصبحت العائلات الشيعية تسأل هذا السؤال عن جدوى هذا الذهاب إلى سوريا، وخصوصا أننا أمام إنجازات بسيطة وأمام وحول كبيرة، لا يعني ينامون على شيء ويستيقظون على شيء، واللعبة الدولية هي التي تربح أمام عيونهم وهم الذين يدفعون الأثمان. لذلك بدأ السؤال في الوسط الشيعي عن جدوى هذا الذهاب وعن جدوى هذه الحرب وعن جدوى هذه المشاركة، ونسأل الله من خلال يعني ونحن يعني قدمنا الإشكالية ليس من نقد معارض لهم أو معاد، وإنما من موقع الخائف على جماعته والخائف على شعبه. لذلك كان صوتنا مؤثرا وإيجابيا في كثير من الأحيان، وكان موضع جدل في الأوساط الشيعية الداخلية لإخواننا في حزب الله.